الناس كالنمل الصغير، والسيارات كالخنافس الملونة، وناطحات السحاب ليست أطول من الأشجار. لا، إنك لا تنظر من نافذة طائرة. هذا المنظر الذي تستمتع به من أطول ناطحة سحاب في العالم، برج خليفة في الإمارات العربية المتحدة. ولكن ماذا لو بنينا ناطحة أطول؟ ماذا لو بنينا ناطحة المليار طابق؟ من ناحية، يحتمل أن يحل مثل هذا البناء إحدى أكبر مشكلات الإنسانية، أعني بذلك الاكتظاظ السكاني. في غضون 200 عام تضاعف عدد من يعيشون على الأرض عدة مرات ووصل إلى رقم مذهل، هو 7.7 مليار. قد تسأل، كيف يمكن لبناء حتى لو كان شاهقاً أن يحل هذه المشكلة؟ لنرى. يقدر أنه يمكن لعشرة أشخاص متوسطي الحجم والطول يمكنهم الوقوف براحة على مساحة 1 متر مربع، وهذا يعني أن 26 مليوناً حوالي سكان الدول الإسكندنافية يمكن أن يكفيهم 2.6 كيلومتر مربع. أما لسكان الأرض ستحتاج لمربع طول ضلعه 27.4 كيلومتر فقط، أي منطقة تشبه حجم مدينة نيويورك. أراهن أنك ستكون غاضباً إن حشرت في هذه المساحة الصغيرة وكان عليك مشاركتها مع الآخرين. بحسب اليونسكو، يحتاج كل شخص لما لا يقل عن 30 متر مربع من المساحة الشخصية ليشعر بالراحة. ومع ذلك، فإن ناطحة المليار طابق ستوفر للجميع مساحة كافية وأكثر. سيكون عالماً فريداً فيه دور سينما ومطاعم وملاعب وبحيرات صناعية وحدائق وشوارع تسوق مزدحمة. كم هذا رائع! من جهة أخرى، لا يمكنني تخيل مثل هذا البناء المذهل، وأراهن أنه لن يكون سهلاً بناء ناطحة سحاب بمليار طابق. وهل تعلم؟ أنا فعلاً محقة هنا. انظر بنفسك. أولاً، ستكون ناطحة السحاب ثقيلة جداً، لدرجة أن الجزء السفلي لن يكون قادراً على تحمل الضغط وسينهار محطماً البناء بالكامل. لكن بظهور مواد بناء ثورية وقوية في العقود القادمة، فستكون هناك فرصة لصمود المبنى. لكن للأسف، ليست هذه إلا واحدة من مجموعة كبيرة من المشاكل. ثاني مشكلة هي سرعة الرياح على ارتفاع 9.6 كيلومتر. معظم تيارات الطائرات النفاثة في الغلاف الجوي تتحرك بمتوسط سرعة يفوق 177 كيلومتر في الساعة. هل لك أن تتخيل ما سيحدث لناطحة السحاب إن ضربتها هذه الرياح مراراً؟ مشكلة كبيرة أخرى هي المصاعد، لأنك بالتأكيد لن ترغب في صعود السلالم إلى شقتك في الطابق 1,235,677. سيكون من المستحيل بناء مصاعد لهذه المسافات الطويلة باعتبار كل المواد اللازمة. حتى لو كانت المصاعد بسرعة البرق، فسيلزمها دهر للوصول إلى الطوابق العليا. كما لو عاش كل سكان كوكبنا في ناطحة المليار طابق، هل يمكنك تخيل عدد المصاعد التي سنحتاجها لتجنب طوابير انتظار مهولة؟ علينا بناء عدد كبير من المصاعد لدرجة أنه لن يتبقى مساحة لأي شيء آخر. ولكن لنتحقق إن كنت تستوعب مدى علو ناطحة المليار طابق. لنفترض أن ناطحة سحاب عادية فيها 100 طابق. الآن ضع 100 ناطحة سحاب فوق بعضها البعض. تفضل، ناطحة سحاب عملاقة فيها 10,000 طابق وفي منتصف الطريق إلى الفضاء. إنها أعلى بكثير من أعلى الجبال، وتطير الطائرات على مستوى أسفل البناء. لكن لا يمكننا التوقف هنا، لنصف 100 ناطحة ضخمة فوق بعضها البعض. واو، أصبح لدينا مبنى بمليون طابق. لسوء الحظ، يجلب هذا مشاكلاً إضافية. بدأت المركبة الفضائية تتصادم بمبنى ضخم، احترس! بالكاد تتجنب المحطة الفضائية الدولية الاصطدام، ولا تنسى خردة الفضاء التي تراكمت منذ بدأ الناس استكشاف الفضاء. قطع أقمار صناعية مكسورة، سفن فضاء تالفة وغيرها من فضلات الفضاء التي قد تلحق أضراراً بالغة بناطحتنا. دعنا لا ننسى أننا حتى اليوم لم نبني سوى 1,000,000 طابق فقط. بمجرد أن نضع 100 مثله فوق بعضها، يكون مبنى 100 مليون طابق يلامس القمر تقريباً. ومع ذلك، ليس هذا إلا 100 مليون طابق. لإنشاء ناطحة المليار طابق، علينا تكديس 10 من هذه فوق بعضها.
لنحصل على بناء مذهل قادر على تحدي العديد من قوانين الطبيعة. إنه يتجاهل جاذبية الأرض ويتجنب بطريقة ما الاصطدام بالقمر ولا يسقط حتى محطماً الكوكب إن فعل. حسناً، أظن أنك تفهم قصدي. يستحيل بناء ناطحة سحاب من مليار طابق، على الأقل في كوكبنا هذا. محزن جداً. لكن دعنا نتحدث عن مشروعين لا يبدوان كأنهما من فيلم خيال علمي. أحدهما موجود بالفعل والآخر على وشك الانتهاء. كما تعلم، برج خليفة الرائع في دبي هو أطول مبنى في العالم. بني من الخرسانة المسلحة والصلب والألومنيوم، وهو يقزم المباني الأخرى في المنطقة نسبياً بالطبع. يبلغ ارتفاع المبنى حوالي 828 متر، أي ضعف مبنى إمباير ستيت البالغ طوله 3 أضعاف طول برج إيفل. فيه 163 طابق، بما فيها 9 طوابق لاحتياجات الصيانة. وللوصول إلى قمة البرج يمكنك استخدام أحد المصاعد 57. والآن ماذا عن بعض الحقائق الرائعة بشأن هذا العملاق؟ يحمل البرج عدة أرقام قياسية: أطول مبنى قائم بذاته في العالم، أعلى طابق مأهول في العالم، أكبر عدد طوابق في العالم، أعلى سطح مراقبة في الهواء الطلق، وحتى أطول مسافة في العالم يقطعها مصعد. الخرسانة المستخدمة في بناء برج خليفة تساوي وزن 100,000 فيل، والوزن الإجمالي للألومنيوم حوالي 5 طائرات A380. أليس مبهراً؟ كما يحتوي البرج على أطول مصعد جار في العالم، وهو يصل الارتفاع 140 طابقاً. كما أن المصاعد الموجودة فيه من بين الأسرع في العالم. يمكنك الوصول إلى الطابق 124 ومنصة المراقبة في دقيقة واحدة، لكن لا تنسى أن تفرقع أذنيك بعد ذلك. برج خليفة بناء رائع حقاً ومذهل، ولكن قريباً سيتم تجاوزه في السباق الحاد لبناء أطول مبنى في العالم. يعلو في صحراء المملكة العربية السعودية برج جدة. عند الانتهاء منه سيكون بارتفاع 1,000 متر ومرصد نجوم في الطابق 157. أرهن أنك لم تصل لذلك المستوى من قبل، صحيح؟ تمثلت الخطة الأصلية في بناء ناطحة سحاب بارتفاع 1.6 كيلومتر، لكن للأسف لم تسمح جيولوجيا المنطقة بتحقيق هذه الفكرة الطموحة. يفترض أن يكون البرج مبنى تجاري وسكني، وسيضم العديد من الفنادق والمكاتب والمعالم السياحية والمنازل للناس العاديين. عندما أقول عاديين، أعني أصحاب الأموال. سيكون في ناطحة السحاب أعلى سطح مراقبة في العالم، مع منصة خارجية ضخمة على ارتفاع 664 متر. للوصول إلى هناك عليك استخدام مصعد بطابقين يسير بسرعة حوالي 9 متر في الثانية، أي لن تحتاج أكثر من دقيقة للوصول إلى الطابق 157. حسناً، آمل أن يكملوا البناء في الوقت المناسب. لا أطيق الانتظار لزيارة أعلى ناطحة سحاب في العالم. ما أطول مبنى قمت بزيارته؟ شارك تجربتك في قسم التعليقات أدنى. تذكر أن تعطي الفيديو إعجاباً وتشاركه مع أصدقائك وتضغط زر اشتراك. بهذه الطريقة ستصل بالتأكيد إلى الجانب المشرق من الحياة.